مشاريع ومشاكل على إذاعة إيت راديو. السلام عليكم، معكم ياسين رضوان. دوزت سنوات وسنوات في عالم الاستثمار والمقاولات، بديت في البنوك الاستثمارية، من بعد سيرت شركات مجالات مختلفة، وفي السنوات الأخيرة كنت نواكب الشباب ديالنا باش يطوروا المشاريع ديالهم. وهذه هي فكرة مشاريع ومشاكل، نسمعوا المقاولين فين بغاو يوصلوا، شنو هما المشاكل اللي عندهم، ونعاونوهم باش يحلوهم. معنا نورا متمران. نورا، السلام عليكم. السلام عليكم سي ياسين، كلشي بخير؟ صحه لاباس؟ لاباس الحمد لله، الله يبارك فيك سيدي، كلشي على خير الحمد لله. نورا، شرحي لنا شنو المشروع ديالك. الوغ المشروع ديالي انا ان شاء الله كنقول باغا ندير غاستورون اللي ماشي بحال كاع لي غاستورون اللي كنلقاو دابايا. بغيت ندير ان غاستورون اللي ما يكونش فيه المنيو اللي كيختاروا لي كليون. هذا ما كيعنيش انني باغا نفرض على لي كليون شي حاجه، مي باغا نسهل على لي كليون شنو ياكلوا شنو ياخذوا فاش يدخلوا عندي الغاستورون. كيف انا بغيت ندير لهم البلانينغ ديال لا سيمين كامله، أمينو كل نهار. Exactement. يعني غادي يجوا عندي لو لاندي غادي يعرفوني شنو دايره لو لاندي لو ماردي اكسيتيرا. سورتو بغيت الريستوران ديالي تكون حدا الادارات، هكا كتسهل على الناس اللي خدامين، ما كيحيروش انهم فوالا حنا غادي نخرجوا. حيت انا دابا كتوقع لي كنقول اوكي انا غناخد بوستاج، شنو غادي يتغدى؟ ما عرفتش، ما بغيتش ناكل بحال البارح، ما بغيتش. دونك كنبقى نقول لي كوليك ديالي بروبوزيو عليا شي حاجه ناكلها. دونك فاش غادي تحل هاد الريستوران هادي ان شاء الله تهنيهم من ما بقاش 2000. Exactement, ما بقاش 2000. عاود اون باراليل صحاب الناس اللي ديابيتيك ولا اللي عندهم كوليسترول وهذا كتكون عندهم ان روبا سبيسيال ديالهم هما. داكوغ تري بيان. دونك كنحط لهم هاد الناس هادو اللي مرضين اللي عندهم ازمات صحيه ما يمكنش ياكلوا اي حاجه، غنحط لهم المنيو ديالهم بوحديتهم، ناقص الزيت ناقص الملحه ناقص السكر اكسيتيرا. بارفي. الوغ فين وصلتي في هاد الفكره؟ فكره جميله. فين وصلتي دابا في تطبيق هاد الفكره ديالك؟ خصني نقلب ضروري على شريك، لان اغيستون بحال هكا بيان سور خاطي خصها البيدجي كبير. ما كرهتش يكون عندي شريك، ولكن عندي تخوف من الشريك. والسؤال ديالي هو هذا، هو الشريك خصو واحد النهار يبغي يحبس معايا ونصدق انا غارقى في هذا المشروع هذا بوحدي؟ دونك خصني واحد الشريك اللي انا نثق فيه. باكوت هذا سؤال تنظن بان تيطرحوا بزاف ديال الناس. مشكله ديال الثقه. خاص اذا انت ما عندكش خبره في المطاعم، خاص افكتيفمون الشركه تقلبي عليه يكون عنده ديكسبيريونس هنا، ماشي تقلبي عليه. خصوصا انني خدامه، يعني خصني الشريك اللي بيان سور الى المشروع ديالي تمشى مزيان غادي نسمح في خدمتي، لان غادي يكون عندي ان بروجي اللي خصني نقابلو، خصني نوقف عليه، خصني نشوف لي بيرسونيل، خصني نشوف كل نهار كومون سا سباس عندي الخدمه في الريستورون. مي اون ميم طون نلقى حتى الشريك ديالي عنده خبره في هذا الدومين هذا، حيت انا الا كنت عزيز عليا لا كويزين عزيز عليا الطبخ، سافي ديغ باكو غادي نعرف نجيغي بروجي كبير بحال هذا. غير هو نورا اون توت ريسبونسابيلتي نقدر نقول لك بان الشريك واخا تكون تعرفيه سنوات قبل ما كاينش ضمان، ما كاينش، واخا ديري ان كونطرا، مي اون ميم طون كنشوفوا حوالينا كاين شركات خدامين سنين، هذه كاين ناس شركاء تيربحوا فلوس وخدامين غادي مزيان. فوالا كاينين بزاف ديال الشركاء اللي خدامين وغادي مزيان والحمد لله، حلوا دي بروجي واحد اخرين. مي انا ما وقفتش على صراحه باغا شريك، مي اون ميم طون نقول صافي نقدر نتخلى على الشريك الا خديت نقدر ناخذ كريدي مثلا. انا اللي ننصحك انا اللي ننصحك فيه بصراحه قبل ما تبداي تقلبي على الشريك دابا باش ما تضيعيش الوقت. الحاجه الاولى قلبي على ان اوندرو، قلبي على لامبلاسمون ديال المحل اللي بغيتي تحلي فيه ان ريستورون. بداي بحال اللي تبداي بوحدك، بحال اللي تبداي غدا بوحدك، قلبي على لامبلاسمون، شوفي لامبلاسمون، شوفي المحلات بشحال تيتكراو، شوفي سولي غراسيو ان اركيتيكت شي حاجه، قول له فوالا الله يخليك الى هذا المحل بغيت نقادو شحال يكلفني، باش بعدا على الاقل تعرفي لو بودجي اللي تحتاجيه شحال هو. ندير ليستيماسيون، ندير ليتود دو مارشي ديالك، تكون بعدا ليك عندك، لقيتي شيك ما لقيتيش بعدا تكون عندك، وهذيك الساعه دوزي هاد ليطاب هادي بعدا الاولى، وابخي حل الله بحال اللي قلتي سوا تقلب على شريك، سوا بحال اللي قلتي تشوفي لا بانك حتى هي تعاونك، الا عندك اون بارتي الا تخلصي 30-40% راه لا بانك تتبعك، لا بانك ما تيبغيش. بيان سور، حيت ما يمكنليش غادي ندخل على ان بروجي بحال هكا بوالو، دونك ضروري غادي يكون عندي شي حاجه عندي ديجا، حيت ما حدي فكر في ان بروجي بحال هكا الا وانايا غادي تكون عندي لا سوم ديالي اللي انا جامعها ديجا. دونك لا بانك غادي نفكر فيها، وخا صراحه انايا كنت كنقول بلاش لا بانك من الافضل بلاش، مي بون الا ما كانش عندي حل واحد اخر غادي نتجه لا بانك سي سا، باش نقدر نحقق فوالا. بداي باش ما ديموتيفايش وبقى غير فكره في راسك، ما تهرش. شوف قلب على ان اوندغوا، سير من الجور دو ريبو ديالك شي حاجه تساري في لي كارتيي، شوف بلاص فين كاين لي بانك، فين كاينين الادارات لي زامبلاسمون، واش كاين دي زامبلاسمون فيد، واش كاين شي حاجه للكراء للبيع،
كومونسي باغ سا باغ ليتود دو مارشي وعاود عيط لنا نشوفك فين وصلتي داكور داكور ان شاء الله وليت تنصحني بهذا بروجي مزيان زعما فكره زوينه اون جينيرال انا قلت فكره اللي مزيانه ولكن التطبيق ديالها صعيب التطبيق ديالها صعيب علاش خصني نخطط لها مزيان فوالا وقلت il faut de la présence restauration il faut de la présence l'emplacement مهم بزاف خاص يكون l'emplacement كلش مخبي Là où il faut du passage. Donc, pour réussir la restauration, il y a بزاف ديال لي paramètres à chauffer. L'emplacement غادي تشهر اكثر ما خصهاش تكون خفيه. كل ما كان الباسمون باين كل ما يعاونك. داكور لورا. شكرا بزاف على التسجيل. مرحبا لورا. شكرا. الله يعاونك. شكرا. شكرا. مستمعين ومستمعات إذاعة إدغاديو تنتوما بحال نورا عندكم مشروع عندكم فكرة تصلوا بينا نعاونوكم تصلوا رضوان at idradio.ma رضوان r e d o i n e at idradio.ma شكرا لكم مع السلامة